في احد اللقاءات انا ابن الوز عوام. افتكروا ده. طب كويس بقى ان انت اتكلمتي على الموضوع ده. لا كويس جدا ان انت اتكلمتي على الموضوع ده. افتكروا الاسم ده كويس، مصطفى شوبير. حصل. كنت بترد على مين؟ حصل. انا فاكر كان ساعتها كنت انا في منتخب 99، انا فاكر كويس قوي، وكويس ان انت فكرتي اتكلم في النقطه دي. وكان ساعتها كانت برده نفس الموجه اللي بتيجي كل شهر كده شهرين، اللي هي مصطفى شوبير، وتقوم نازله وترجع تاني بنفس الطريقه. حصلت دي. بقول لك انا كان عندي 17 سنه تقريبا، كان ده 2017 2018 تقريبا يعني. فانا كنت 17 18 سنه، وانت كل سنه بتنضجي اكتر من اللي قبلها، طبيعي تفكيرك النهارده مش زي بكره. فانا كنت غلطان جدا جدا. انا بقول اهو ان انا كنت غلطان جدا ان انا طلعت قلت الكلمه دي. هو يعني انا كنت غلطان ان انا ما ينفعش اطلع اقول كده. انا كنت صغير، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا كان في ناس مسخنيني اللي هو لا اطلع ورد ومش عارف ايه، وانا سمعت كلامهم، وده غلط، وده موقف برضه انا اتعلمت منه. فان انا اقعد قدام الكاميرا زي الكاميرا كده قدامي، انا ابن لويس والحاجات دي مش هتفيد الناس في حاجه، بالعكس دي هتستفز الناس. فاهم قصدي ايه؟ فانا بعتذر للناس ان انا قلت لها كده، لان انا حسيت، عارفه انت صيغه ايه اللي هو لا انتوا اعملوا ما بدلكم ومش عارف. هو كده كده اللي يقول يقول كل حاجه وانت مكمل في طريقك، بس ملهاش لازم ان انا كنت اتكلم. فانا بعت نفسي عليها عموما. بس هو اكيد كان حد مضايقك، عايزين نعرف كنت ترد على مين. لا مش حد معين، اصل هو بيبقى فيه عامه هجوم من ناس كتير. فاهم قصدي؟ يعني في ناس كتير زي ما قلت لك مش مقتنع بوجودك، او شايفه ان انت لا اصل انت ابن لعيب سابق فمش عارف ايه. فاهم قصدي ايه؟ لكن كان رد على حد معين ما اعتقدش. بس هي كانت فتره برده ان انا كنت بروح المنتخب، فكانت عامله مشاكل برده للناس، وان هو لا الناس ما اتفرجتش، بس برده بتقول لك ما يروحش المنتخب. يعني كل حاجه بتتقال كده بيبقى لازم في ليها انتقادات. زي ما قلت لك كل مرحله ليها التحدي بتاعه، وده كان احد التحديات. وانا بقول لك انا زي ما بيقولوا خلني التقدير بتتقال ان انا طلعت قلت كده، وما كانش ينفع اقول كده، لان في الاول وفي الاخر انا موجود وشغلك في الاخر هو اللي بيتكلم مش لسانك. فاهم قصدي ايه؟ بس